الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أطهر خلق الله أجمعين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طبتم وطاب لقاؤكم وتبوأتم من جنة الله منزلا بإذن الله تبارك وتعالى. هذا اللقاء عن تفسير رؤية خروج كتل دم من الفم في المنام. ما تنسوناش بلايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، وجزاكم الله عز وجل عنا كل خير. رؤية خروج كتل من الدم من الفم في المنام يدل على مرض صاحب الرؤية، والله أعلم. إذا رأى الشخص أنه يخرج كتل من الدم في المنام فذلك يدل على كذب الإشاعات التي يرددها ويجب التوقف عنها فورا. إذا رأى الشخص أنه يخرج كتل من الدم من فمه ذلك يدل على الكذب والخداع والتضليل الذي يقوم به، والله أعلم. رؤية المرأة المتزوجة أنها تخرج كتل من الدم في المنام فذلك يدل على مرض يصيبها، والله أعلى وأعلم. رؤية الاستفراغ في المنام للعزباء علامة على شر يصيبها في الواقع. إذا رأت الفتاة العزباء أنها تستفرغ في الحلم ذلك يدل على السعادة الكبيرة التي ستحصل عليها، والله أعلم. عند رؤية الاستفراغ في المنام للفتاة العزباء تعني حصولها على الكثير من الأموال. رؤية الفتاة العزباء أنها تقي دم في المنام فهو علامة على تحسن أحوالها والتخلص من المشاكل والهموم التي كانت تواجهها، والله أعلى وأعلم. إذا رأى الشخص أنه يخرج الدم من الأسنان في الحلم فهو علامة على ضرر ما سيحدث لأهله والأصدقاء، والله أعلى وأعلم. رؤية الدم يخرج من الأسنان علامة على فشل تجارة أو دراسة لأحد المقربين من صاحب الرؤية. خروج الدم من الأسنان بشكل عام دليل على أشياء سيئة ستحدث لصاحب الرؤية، والله أعلى وأعلم. يدل خروج الدم من الأسنان في الحلم على المشاكل والخلافات والفشل في الحياة. رؤية حلم البصق الدم في المنام علامة على التخلص من الشرور. إذا رأى الشخص أنه يبصق الدم في المنام علامة على الصفات السيئة وتفكير سلبيا. البصق في المنام للدم علامة على الوقوع في المحرمات، والله أعلى وأعلم. لا تنسوا ذكر الله والصلاة والسلام السلام على أطهر خلق الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ولا تنسوا قراءة آية الكرسي بعد كل صلاة مكتوبة وقبل النوم، ولا تنسوا أيضا قراءة سورة الملك كل يوم قبل النوم أو بعد صلاة العشاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.